صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: التأمين الصحي لازم على كل مقيم، فما حكم الاستفادة منه علما بأن تكاليف العلاج باهظة وقد تستغرق كل مرتبي؟ التأمين، يسأل عن التأمين. نعم، التأمين الصحي، التأمين بجميع أنواعه، التأمين التجاري الذي يقصد منه الاستثمار حرام بجميع أنواعه، الصحي وغير الصحي، ولكن إذا أجبرت عليه تدفعه على أنه ضريبة ولا تستفيد منه، تعالج على حسابك، تعالج على حسابك نفسك وأولادك، تعالجهم على حسابك، ولا تعالجهم من أموال التأمين، لأنها أموال الناس، أموال الناس لا تحل لك. نعم.